مشاهدين قناة شوف تي في، مرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. مشاهدين قناة شوف تي في، مرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا مشاهدينا راهي نتعرفوا على الأثمنة ديال المطيشة وديال البطاطا وديال الخضار. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير سيدي؟ بخير. مرحبا كاسي. نتمناك تكون مرتاح. ديما مرتاحين. اللهم لك الحمد. الراحة قتلتنا في هذا البلاد. بغينا نعرفوا الأثمنة ديال المطيشة ديال البطاطا، واش مطيشة باقا طالعة باقا هبطات شوية ولا؟ المطيشة ولات دابا ب 10 دراهم 9 دراهم في المارشي في الكرون. في الكرون. وهنايا في الأسواق فين كتبيعهم؟ هنا كنبيعها ب 12 دراهم. 12 درهم. وبطاطا 5 دراهم. الحمد لله نقصوا 3 دراهم. هداهم الله يقصوا. بعدا راه 5 دراهم البوفري يقدر عليها. ماشي بحال 10 دراهم. حيد 10 دراهم صعيب. 5 دراهم مازال يدي منا 2 كيلو 3 كيلو واخا. 10 دراهم زاد عليه. غير شوية الحالة يراقبوا شوية ينقصوا، راه كاينين الناس اللي محتاجة. كاينين الناس اللي ما خدامينش، كاين كل واحد والله يكون في العون. كل واحد والله يكون في العون ديالو، الحمد لله نتمناو خير، نتمناو مطيشة أنها تنقص في الثمن. تنقص شوية، مطيشة باقا طالعة. والمواطنين يفرحوا. مطيشة باقا طالعة، الجلبانة باقا طالعة، اللوبيا باقا طالعة، هادشي راه. ياك؟ كنا صورنا معاك شي شهر هذا ولقيناك جبدنا الغلاء على الاسعار وبكيتي الدموع ديالك بكيتي، ودابا الحمد لله كنشوفوك بخير. كنبكيو على بعضياتنا. قال لي دابا قال لي ما كنبيع حتى مسكين، قال لي ما كنبيع حتى كيلو ديال المطيشه، واش غندخل لولادي وهادي. دابا الحمد لله فرجات شويه. والله مالك الحمد، بعدا نقصوا شويه من الثمن حتى عباد الله اللي غادي يدي رابعه يدي نص كيلو. بعدا يقدر على ماشي بنادم يزيد دي مع مطيشة جوج بطاطات هادي ويقول لك عبر لي، اش غدير لي بزمنك غتعبر لي؟ ما غتقدرش تقول لي لا. ما تقدرش تقول لي لا، وكتعرف راه الحالة ضعيفة والبنادم راه الوقت هادي اش كتجيب المصاريف راه كيتقهر بنادم. المطيشة دابا المطيشة دابا 12 درهم. 12 درهم 10 درهم من الجيب. 10 درهم من غير الصير. الحمد لله. والبطاطا الحمد لله شحال كانت دايره؟ راه كانت دايره في السوق دايره ليه 150 160 ريال. وشحال كتبيعوا شحال كتبيعوا للمواطن؟ كنبيعوا ليه ب 1000 فرنك. 1000 فرنك. كانت مطيشه بطاطا دايره 10 دراهم والحمد لله. بعد ما كنمشيو نسولوا على الاثمنه ديال البطاطا مطيشه البطاطا الحمد لله نقصات في الثمن. وشحال ولات؟ 5 6 دراهم. 5 دراهم سكت باش كتباع 5 دراهم 6 دراهم، ونتمنى ترجع 4 دراهم 3 دراهم كما كانت كتدخل. الله على مولانا، حنا بغينا يكون الشعب ديالنا بعدا إلا ما يشبعها في كرشو. الحمد لله. هادشي اللي بغينا حنا. كما قلتي الشعب يشبع غير في كرشو. في كرشو. ونتمناو خير. نتمناو خير. ويكون خير إن شاء الله. ليا ولجميع المسلمين. وتبارك الله عليك حتى انتيا. الله يخلي لنا سيدنا. وعاش الملك. وعاش الملك. يلاه سيدي. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. وبغينا ديما تكون المغرب زاهر. ماشي المغرب الشعب مغوبش. كما قلتي؟ ماشي الشعب مغوبش، الشعب قتلوا الغلا ولا هادي. وشي كلمة تقولها على رأس السنة وفين غدوز رأس العام؟ وأنا غندوز رأس السنة في المارشي. المارشي. ما عندي فين نمشي. طيب شي مطيشة وبطيطة. نعم مطيشة وبطاطا. ودير شي شمعة فوق مطيشة. ندير سلادة. والمونادة. وندير بناني فوق مطيشة بارك على مطيشة. الله الله وليت مطيشة راه ولات بحال أغلى من الحلوى. أغلى من التفاح. الصندوق شحال كتجيبو؟ ب 4000 ريال. الصندوق والله العظيم إلا 6000 ريال. أقيم جوج حلوات. دير جوج صنادق ديال مطيشة ودير لهم شمعة وشعل العافية. دابا هو 30 كيلو ديال مطيشة. جيبها ب 6000 ريال 5900 5800 ريال. واخا هكاك باقا غالية. باقا غالية. حيت على السوق خصو يشوف المواطن، يشوف اللي ما خدامش. هما كاينين اللي خدامين ولاباس عليهم راه ما كيديهاش في هادشي. ما كيعرفش كاع الأثمنة كيعطيهم الفلوس هاك وتقداو. هما المسكين راه مسكين لا جبد
1000 ريال وتصرفات في الخضره راه كاين يولي مقهور. اه والله يفعل بينا خير. الله يفاجئها وكما كنقولوا تهلاو في الخضار راه عايش في خطر. راه كلمه اخيره. ماشي عايش في خطر. راه قريب المخ يطير. الله الله. عباد الله. الله يكون خيركم. اللي جاك واحد يسبك، واحد يقول لك اش هاد الغلا، واحد يقول لك انتوما زايدين. وماشي لخاطركم. وحنا اش غندير تتسرط الهضره وتخلي. الغالب الله. حيت الله يحسن العوان تاهوما. الله يحسن العوان تاهوما راه ما كرهش. ما كرهش، انتوما ما كرهتوش. ايوا حتى واحد ما كرهش. بحال بحال. انا كون كرهنا حنا راه نبيعوا مطيشه بثلاثه دراهم جوج دراهم. ولكن الغالب الله. الغالب الله، هادشي اللي تنقول لك. وكاين اقبال على مطيشه. دابا ولا الصير دابا اكثر من دابا الصير اللي جبتيها. كل صندوق والله العظيم كل صندوق كنخسر عليه 1000 فرانك ديال الصير باش يوصل عليا انا. والله الله ينزل الرحمه ديالو ان شاء الله. 8 صنادق راه 80 درهم. 80 درهم. وعاد زيد انا الطاكسي علي وروتور والفطور ديالي. راه الله يكون في العون 3000 ريال هذيك الطير اللي كانت الصير. والله الا كتزيد. ويكون خير يكون خير تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. مشاهدين قناه تشوف تي في نتمنوا كل خير ونتمنوا كما البطاطا طاحت شويه نتمنى تطيح اكثر. طماطيشه ان شاء الله طيحوا ان شاء الله ويفرحوا المواطنين ويفرحوا الخضاره وترى الخضاره كاع رجاله. نتلاقاو في لايف جديد الى اللقاء.